مساء الخير. ايه اللي ممكن يفضل من الرياضه لو غابت اخلاقها؟ ايه اللي ممكن يحصل لو اتحولت الساحه الرياضيه لضحيه لتجاوزات بعض وسائل الاعلام الرياضي؟ هذه الاسئله كانت مطروحه الفتره اللي فاتت بعد ما هذه التجاوزات الاعلاميه وصلت لمرحله صعبه جدا. النهارده المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيتصدى لهذه الظاهره السلبيه اللي بتضر الرياضه زي ما بتضر الاعلام. النهارده في قرارات عاجله اعلنها المجلس بعد ما اجتمع لمناقشه تجاوزات الاعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضيه. هذه القرارات كالاتي: سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون، ده اولا. ثانيا، اتخاذ اجراءات حاسمه ضد الكتائب الالكترونيه. وهنا القرار اشار الى انه هيكون في بلاغات للنائب العام عن موضوع الكتائب الالكترونيه. ثالثا، دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب ورياضة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك الفوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياة. في نهاية هذه القرارات اللي أعلنها النهاردة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد أنه الهدف منها مش شخص بعينه أو نادي بعينه، ولكن هدفها هو وقف إثارة الكراهية. الحقيقة هذه القرارات عبارة عن ترجمة دقيقة لمشاعر أي مواطن مصري غيور على الرياضة المصرية وعلى الإعلام المصري بعد ما الموضوع زاد عن حده، والتجاوزات اللفظية بقت حالة متكررة، والتحريض على الكراهية والتعصب بقى منهج متبع. هذا الوضع المؤسف اللي قرارات النهاردة بتحط حد ليه لازم يكون بداية لتحسين مناخ الإعلام الرياضي عموماً، خصوصا انه القرارات اتكلمت عن الاعلام الموازي اللي هو الكتائب الالكترونيه يعني. طبعا دي موجوده بشده على صفحات التواصل الاجتماعي، اشخاص مجندين ليل نهار عشان يهدوا في قيم الرياضه، يزودوا مساحه التعصب. هؤلاء مش مجرد مرتزقه في مجال الرياضه، لا، دول مجرمين، مجرمين بيمارسوا اجرامهم في حق هذا البلد، لانه سمعه الرياضه المصريه من سمعة مصر، ولأن نشر التعصب والكراهية في الرياضة بيخلق بيئة خصبة لكل أنواع التعصب والتطرف والكراهية. كل هذه الممارسات والتجاوزات هي في الأساس ضد رسالة الرياضة، ضد أخلاقياتها الرياضية. الحقيقة دي أخلاقيات اتوجدت، والرياضة أصلا اتوجدت لأهداف كلها خير، فمش ممكن أبدا الرياضة تفضل رياضة لو تسببت في كل هذه الشرور اللي شوهت شكل المنافسة الرياضية. لكن الحقيقة أنه أصوات التجاوزات والبذاءات هي في النهاية أصوات نشاز، لأنها لا تمثل غالبية الإعلام الرياضي، لكن الصوت العالي والألفاظ الخادشة للحياء بيلفتوا الانتباه أكتر من غيرهم. هذه الأصوات مجرد شوائب كان ضروري نتخلص منها مش أكتر، لكن جماهير الرياضة المصرية والإعلام الرياضي المصري لسه بخير، والدليل أن كل الانتماءات الكروية دايما بتختفي لما بيكون في فريق بيلعب باسم مصر، وده اللي بنشوفه من الجماهير ومن الإعلام الرياضي هذه الأيام وهم بيتابعوا مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية اللي هيلعب بكرة إن شاء الله، مباراة تاريخية قدام ريال مدريد. كل جماهير الكورة اللي عارفة قيمة تمثيل مصر في بطولة دولية بيتمنوا كل التوفيق للنادي الأهلي وبيشجعوه في هذه البطولة المهمة، ولا عزاء للمتعصبين ومدمني البذاءات والخوض في الأعراض. مصر جديدة، أهلا بكم. النهاردة اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأعضاء وحضراتكم موجودين كلهم في المشهد، لدراسة ما يحدث في الوسط الرياضي من تجاوزات كتيرة جدا رصدناها سواء عن طريق لجان الشكاوى أو عن طريق متابعة القنوات وردود أفعال الرأي العام، وده بيحتم ضرورة التدخل العاجل والفوري. أولا، الأمر الأول أننا هنتابع، وأي خروقات هتحدث من الآن النهاردة، أي خروقات في البرامج الرياضية الليلية احنا مجتمعين بكرة وهنتخذ قرارات فورية وعاجلة، قرارات هتطبق على الجميع.
الامر الثاني ان احنا بنناشد كل هذه القنوات انها بقى يعني الامور اللي بنشوفها الكراهيه والاحقاد وانتقاد الحكام والسمعه الشخصيه والسيره الزكتيه وانتهاك الحرمات يجب ان ده توقف. واحنا ما بندافعش عن حد ولا ضد حد، احنا بندافع عن حق الجمهور في الاعلام النظيف. هنبدا برضو باجراءات ضد الكتائب الالكترونيه، الكتائب الالكترونيه اللي بتسيء للاعلام الرياضي اكتر من القنوات التلفزيونيه، وكتائب فيها تمويل وفيها فلوس وفيها تحريض وفيها اشياء كتيره جدا. وهنبلغ النائب العام من النهارده، هنبعت شكاوى بناء على رصد وشكاوى موثقه للنائب العام حول هذه الكتائب وحول برضو القنوات او اليوتيوب او الفيسبوك اللي بيرتكب اي جرائم او مخالفات فيها قذف وسب وانتهاك سمع واعراض. هنخطر الجهات المختصه واحنا هناخد اجراءنا اللي قلت قد يصل الى حد سحب ترخيص القناه. النهاردة في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا. كمان الرئيس اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد للتعزية في ضحايا الزلزال المدمر، وخلال المكالمة عبر عن خالص التعازي في الضحايا وعن التمنيات بالشفاء للجرحى والمصابين، وأكد للرئيس السوري تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، وأشار إلى توجيهاته بتقديم كل المساعدات الإغاثية الممكنة لسوريا. الرئيس السوري بشار الأسد خلال المكالمة شكر الرئيس السيسي وعبر عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، وأكد اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية اللي بتربط ما بين البلدين والشعبين الشقيقين المصري والسوري. طبعا مصر امبارح أعلنت عن توجيه مساعدات إغاثية عاجلة لسوريا ولتركيا، وده كان من خلال اتصالين تليفونيين أجراهم وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية السوري ووزير الخارجية التركي. طيب كمان النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قدم خلاله التعازي والمواساه في ضحايا الزلزال المروع اللي تسبب في وقوع الاف الضحايا والجرحى في تركيا، واكد تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعده والاغاثه الانسانيه لتجاوز اثار هذه الكارثه. خلال المكالمه الرئيس التركي شكر الرئيس السيسي على مشاعره الطيبه، واشار الى انه هذه المشاعر بتأكد على عمق الروابط التاريخية اللي بتجمع ما بين الشعبين المصري والتركي. طيب وسط أخبار الزلزال الجديد اللي ضرب وسط تركيا النهاردة بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن حالة الطوارئ في مناطق الزلزال لمدة 3 شهور. الرئيس التركي أعلن كمان في مؤتمره الصحفي النهاردة عن وقف الدراسة في تركيا كلها لحد يوم 13 فبراير، وكمان في مناطق الزلزال كلها لحد 20 فبراير. اتكلم عن أكثر من 53 ألف من أفراد فرق الإغاثة والإنقاذ من تركيا ومن برة تركيا، وقال أنهم متواجدين حاليا في مناطق الزلزال وأن عددهم لسه كمان هتزيد. طبعا يعني هذا الرقم المهول من عمال الإغاثة بيبين حجم الكارثة اللي فيه دلوقتي. ناس بتتكلم عن الخسائر في الأرواح اللي كانت ممكن تقل لو حد انتبه لتغريدة نشرها أحد الباحثين الهولنديين في مجال الزلازل يوم 2 فبراير، يعني قبل أيام قليلة من الكارثة. الباحث ده توقع الزلزال وحدد موقعه على الخريطة كمان. هذه النبوءة الغريبة للباحث الجيولوجي الهولندي فرانك هوجربيتس شغلت ناس كتير اليومين اللي فاتوا، خصوصا انه تنبأ قبل كده بزلازل في اليابان ونيبال وحصلت. حاليا بيتوقع زلازل مدمرة اكبر في نفس المنطقة في الشرق الاوسط. فهل فعلا في طريقة للتنبؤ بالزلازل؟ هل أولا في طريقة علمية للتنبؤ بالزلازل؟ طيب هل فعلا في أعراض ممكن تظهر على الإنسان فتكون مؤشر حقيقي على أنه في زلزال هيحصل؟ لأنه حاليا في بعض الدراسات بتقول أنه
قبل الزلازل بتزيد نسبة الأيونات الموجبة في الهواء، وإن ده بيأثر في مستوى هرمون السيروتونين، وبالتالي بتظهر بعض الأعراض زي الصداع والدوخة والغثيان وضيق في التنفس وبعض الأعراض التانية كمان. طبعا احنا عارفين انه علميا مفيش حتى الآن طريقة للتنبؤ بالزلازل، لكن هل ممكن هذه الدراسات أو دراسات الباحث الهولندي ده تكون بداية لاكتشاف طريقة لتوقع الزلازل وبالتالي نقدر نقلل الخسائر في الأرواح؟ ده السؤال اللي ممكن العالم أو لازم العالم ياخده بكل جدية علشان يلاقي له إجابة، إذا اتضح خصوصا أنه نبوءات الباحث الهولندي صحيحة عن الزلازل الخطيرة المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط. طيب معنا على التليفون من سوريا الدكتور خالد عمر، معاون مدير المركز الوطني للزلازل في سوريا. أهلا بحضرتك يا دكتور خالد، وبداية طمنا بس الأول على أهالينا في سوريا والوضع عندكم عامل إيه دلوقتي؟ ايوه استاذ انجي، يسعد مساك اول شيء. للاسف يعني حدثت صباحا الساعه 4:17 دقيقه هزه في غزه، يعني حقيقه هزه كانت مدمره، كان لها تاثير على كافه المدن السوريه في بعض الاوبرات، لكن الحمد لله يعني كان تاثيرها فقط على المناطق الشماليه بشكل رئيسي. وبعد هذه الهزه حدثت عده هزات ارتداديه، طبعا الهزات الارتدادية اعتقد ما تكون اقل من الهزة الرئيسية التي حدثت، وهذه الهزات طبعا بشكل عام هي على القوس القبرصي وعلى يعني في صدع شرق الاناضول وعلى شمال صدع البحر الميت، يعني هي منطقة الطوارئ ودائما فيها هزات. طبعا هذه الهزات خفيفة واحيانا متوسطة، لكن على ما يبدو هذا الزلزال الذي حدث كان هزة قوية، فبالتالي حتى دخلت في منظومة الإجهادات في المنطقة وأدى إلى حدوث هذه الهزة القوية. هل في ضحايا وأعتبر طبعا يعني هذه الهزات، هلا الضحايا طبعا من نتيجة الزلزال الرئيسي، لكن الهزات التي ترت هذه الهزة هي عبارة عن هزات أخف، لم يعني الأضرار التي حصلت نتيجة الزلزال الرئيسي الذي وقع الفجر الساعة 4:17 دقيقة. نعم. طيب يعني أنا عارفة أنه حجم المأساة كبير، ولكن كيف تصف لنا بالتفصيل الوضع على الأرض دلوقتي؟ دلوقتي الدنيا عاملة إزاي؟ الأحوال الجوية كمان عاملة إزاي وسط كل اللي بيحصل نتيجة الزلزال وتبعاته؟ طبعا احنا كأحوال جوية الحمد لله، يعني طبعا مطر وبرد الحمد لله، لكن بالنسبة لموضوع الزلازل احنا ما زلنا يعني نترقب هذه الزلازل الارتدادية ونسجلها. طبعا هي هزات بقدر 4 درجات و5 درجات، يعني ان شاء الله ليس لها تاثير يعني كبير، التاثير القوي يعني حدث امبارح، ف ان شاء الله هذه الهزات يعني ليس لها تبعات، لكن لا نستطيع ان نتنبأ يعني كما يقول البعض انه هل يوجد هزه مدمره اخرى في الساعه الفلانيه او في اليوم الفلاني. طبعا هذا الموضوع يعني علميا يعني لا يمكن التنبؤ بالزلزال. طبعا حتى الوقت الحالي هذا الموضوع صعب، لا يمكن يعني التنبؤ بحدوث زلزال نتيجة يعني الدراسات العلمية والأبحاث المطورة منذ عشرات السنين، حتى الآن لم يصل العلم إلى التنبؤ بالزلازل. أمال تفسر بإيه التنبؤ بتاع الجيولوجي الهولندي اللي قال يوم 2 فبراير يعني قبل يومين أو 3 من الزلزال، قال إنه يعني في زلزال المفروض الأيام الجاية يقع في هذه المنطقة وشاور على منطقة الشرق الأوسط؟ يعني حقيقة هذا موضوع التنبؤ يعني هو ممكن أحيانا في بعض الناس تأخذ مواضيع الاحتمالات أو مواضيع التنبؤ يعني يعني تفشل أحيانا وتصيب أحيانا، لكن خلينا نحكي بشكل علمي ومنطقي. يعني إحنا في عدة طرق فيزيائية للتنبؤ بالزلازل، تم تجربها في عديد من الدول مثل اليابان وأوروبا، لكن لم تصل إلى نتيجة، يعني الرادون أو الحقل المغناطيسي الأرضي أو الحقل الكهربائي وتغيراته يتنبؤ بالزلازل، لكن لم تنجح يعني هذه الطرق، وبالتالي لا يوجد وسيله يعني للتنبؤ. لكن نحن في مناطق خطره يتم مراقبتها ومعرفه الهزات التي تحدث فيها. اما بالنسبه لموضوع التنبؤ يعني المفروض ينبأ بالزلزال بمكانه ووقته واي ساعه، يعني في عده مؤشرات، لكن علميا هذا الموضوع حتى الان صعب، يعني علميا لا يوجد يعني احد يستطيع ان يؤكد حدوث الزلزال. نعم.
طيب المساعدات العربية هل وصلت بالفعل؟ هل فرق الإنقاذ والمساعدات العربية وصلت بالفعل؟ هل في جهود الآن تجري على الأرض من أجل تقليل ما حدث أو تقليل الأضرار الناجمة عن هذه المأساة؟ نعم نعم في جهود مبذولة من الأشقاء والأصدقاء طبعا، وكل يعني يقوم بتقديم ما يستطيع من المساعدة لأجل التخفيف على هذه الأضرار بوسائل متنوعة طبعا، وإن شاء الله نأمل أنه تكون هذه الأضرار يعني ما تكون كبيرة، لكن للأسف يعني الحادثة حصلت، والزلزال المدمر اللي حصل في تركيا يعني القوي هذا أدى إلى يعني دمار بعض الأبنية في المناطق الشمال السوري طبعا. إيه أكثر المناطق اللي تأثرت؟ عفوا، أكثر المناطق في سوريا اللي تأثرت؟ هلا أكثر المناطق هي مناطق الشمالية، شمال غرب سوريا، يعني منطقة جبي ومنطقة اللاذقية وحما وإدلب، يعني هذه مناطق الشمال غرب سوريا تقريبا، هي وحلب، يعني هذه المناطق القريبة من منطقة وقوع الزلزال، قريبة من الحدود التركية. تمام. نعم. يعني أهالي اللاذقية بعضهم يفترش الأرض خوفا من وقوع تسونامي، هل يمكن التنبؤ بالتسونامي؟ حقيقة يعني في بعض المواقع نشرت موضوع التسونامي، لكن موضوع التسونامي في الحقيقة يعني حتى يحدث تسونامي يجب أن تكون الزلزال أو الهزة في البحر وليس على اليابسة، هذه الهزات كلها على اليابسة، وبالتالي المؤشرات غير موجودة لحدوث التسونامي. يعني حدوث التسونامي له مؤشرات، يعني حاليا لا يوجد هذه المؤشرات، يعني بده يكون الهزه حصلت في البحر او في المحيط، وتكون حركه الصدوع حركه عموديه، يعني في عده مؤشرات وعده، لكن هذه غير موجوده حاليا، وبالتالي موضوع التسونامي حاليا غير موجود، يعني غير مطروح، لانه الهزات كلها في منطقه شرق الاناضول ومنطقه يعني على اليابسه وليس في البحر. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد عمر، معاون مدير المركز الوطني للزلازل في سوريا. وسط آلاف القتلى والمصابين في مناطق الزلزال في تركيا وسوريا، في الحقيقة قصص للناس البسيطة جدا، ناس لقوا نفسهم فجأة في وسط هذه المأساة، ومنهم اللي لسه بيبتدي حياته وسط هذه المأساة، زي مثلا المولود السوري اللي بقى حديث صفحات التواصل الاجتماعي في العالم كله بعد الفيديو اللي صور عملية إنقاذه من وسط الأنقاض. المشاهد المؤثرة لهذا الرضيع وهو بيخرج للحياة من قلب الدمار في منطقة ريف حلب، الحقيقة مشاهد زي ما بتكشف حجم المأساة، بتأكد أن الحياة تستمر رغم كل اللي حصل. هذا الطفل الرضيع اللي محدش عارف مصير أهله إيه، في ناس بتقول أنه اتولد فعلاً تحت الأنقاض، وإن والدته ماتت بعد ولادته على طول، لكن أيا كان مصير هذه الأم فأكيد إرادة ربنا شاءت إنه هذا الطفل الضعيف يعيش والعالم كله يعرفه ويعرف حكايته اللي بتلخص رحلة الإنسان في الدنيا بين لحظات الميلاد ولحظات الموت. مشاهد الأطفال في المأساة دي هي الأكثر تأثيرا، وفي سوريا برضو بنشوف إزاي فطرة الإنسان والرحمة اللي جواه بتظهر في أصعب الظروف. طفلة سورية تحت الأنقاض، كل همها أنها تحافظ على أخوها الصغير في حضنه في عز البرد، بتدفيه بجسمها وبتحميه من أي حاجة ممكن تقع عليه، وهي كده كشفة ظهرها للكتل الخرسانية المنهارة عشان تخبيه بجسمها. مشهد مؤلم جدا، بس بيكشف عن الفطرة الإنسانية السليمة والرحمة اللي ربنا بيزرعها في قلوب البشر. تعرف تلعبي ألعاب؟ شو؟ ألا؟ يا ألا؟ طلع ألا مع ألا ولا كلمة ألا؟ أحسن منك. طب إذا جبت شو؟ طالعك؟ ويا ترى في كم ألاء دلوقتي؟ طبعا كل عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا وراها قصص كتير، لكن من قصص الإنقاذ اللي اهتمت بيها وسائل الإعلام التركية هي قصة إنقاذ اللاعب الغاني كريستيان أتسو، لاعب نادي هاتاي سبور التركي اللي كان امبارح مفقود، واتضح انه لسه عايش وفرق الإنقاذ قدرت تخرجه من وسط أنقاض الزلزال، لكنه مصاب.
المدير الفني او المدير الرياضي لفريق هاتاي كان مع اتسو لسه لغايه دلوقتي تحت الانقاض، ودي المعلومات اللي اكدها نادي هاتاي سبور واللي اهتمت بيها الاوساط الرياضيه سواء في غانا او في العالم كله، لان اتسو اللاعب الدولي السابق في المنتخب الغاني له تاريخ في الاحتراف في دوريات اوروبا. أتسو لعب في الدوري الإنجليزي 5 مواسم في صفوف نادي نيوكاسل، وفي الدوري الأسباني مع نادي مالاجا، وفي الدوري البرتغالي أيضا لعب أتسو. بعد مشواره في أوروبا احترف في نادي الرائد السعودي، ومن بعده في نادي هاتاي التركي اللي كان قبل الزلزال بساعات قليلة لسه بيحتفل بهدف الفوز اللي أحرزه أتسو في آخر ماتش للفريق في الدوري التركي. خلينا نروح فاصل ونرجع نستكمل مصر الجديدة. طبعا مأساة إنسانية كبيرة جدا حصلت في تركيا وفي سوريا جراء الزلزال وتوابع الزلزال الذي ما زالت تحدث حتى هذه اللحظة. جدل كبير، هو ربنا غضبان مننا ولا ايه؟ هل فعلا اما يحصل كارثه طبيعيه ده بيكون معناها انه ده غضب من عند ربنا ولا ايه بالظبط؟ الحقيقه يعني الموضوع ده محتاجين نعرف اجابه من شخص او من يعني حد يكون فاهم في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني انا مش فاهمه فكره انه ربنا غضبان عليا عشان كده حصل تسونامي ولا حصل زلزال ولا حصلت كارثه طبيعيه. الحقيقه سؤال يحتاج اجابه من دكتور ابراهيم رضا احد علماء الازهر الشريف. دكتور ابراهيم اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. وفي جدل يا دكتور إبراهيم إنه الزلزال اللي حصل والتوابع بتاعته في تركيا وسوريا هي غضب من ربنا، هل ده صحيح؟ تحياتي لحضرتك أستاذي ولكل مشاهديك الكرام في كل مكان. الحقيقة ما حدث لا علاقة له لا بالغضب ولا علاقة له بكل ما يروج له للأسف الشديد. بعض الناس مصرين على عدم التعلم والمعرفة. الله تبارك وتعالى أنزل قرآن يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو خير الخلق وحبيب الحق خير مشفع من بيده لواء الحمد، شاءت إرادة الله أن يبتليه بفقد أبنائه. جميع أبناء النبي محمد ماتوا في حياته عدا السيدة فاطمة، لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بثلاثة أشهر وفي رواية بستة أشهر. المهم أن أولاد النبي السبعة 6 منهم ماتوا في حياته ولم يتبقى له إلا فاطمة الزهراء. هل صاحب هذه النظرية سيستطيع أن يقول أن ما حدث للنبي هو غضب من الله؟ حاشا لله، حاشا لله أن نتهم من نعبده. يا جماعة الإله لا ينتقم بهذه الصورة. الله يقول وأنا أحن على عبدي من الأم بولدها، لكنها يا سيدتي إرادة الله سبحانه وتعالى، وتلك هي سنة الله في كافة خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بالعكس، ده أنا عايز أقولك أن البلاء الهدف منه رفع الدرجة، يعني حب زايد من ربنا لمجموعة من الناس أراد الله لهم الدرجات العلى. هتقولي لي عندك دليل على الكلام ده؟ يعني المفروض نفرح لما يحصل زلزال أو نفرح لما تحصل كارثة طبيعية؟ شوفي بقى هقولك إيه بقى، نفرح أو لأ، النبي بيجاوب. النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. قالوا له ازاي؟ قال ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طب الجماعه اللي ماتوا دول تحت الانقاض واللي لسه ممكن يكونوا كده، ربنا بيعمل معاهم ايه؟ يؤتى بهم في ساحه الحساب بين يدي الله فيخطب فيهم ربنا. تخيلي، مش هيخطب في مع الملائكة ولا مع الأنبياء، ويقول يا أهل البلاء
فيقوم بقى اللي ابتلي في بيته ولا بنته ولا في ابنه ولا العمارة وقعت عليه ولا تسونامي حصل غرقه غرق بلده، ويقولون نعم يا ربنا، فيقول وعزتي وجلالي ما ابتلوتكم لهوانكم علي ولكن ابتلوتكم لأرفع درجتكم عندي، يقول سيدنا رسول الله. فيتمنى الأصحاء من أهل الدنيا، الجماعة اللي زينا كده اللي ربنا كفانا الشر، ها، أن لو كانوا من أهل البلاء. ليه؟ لعظم ما أعده الله تعالى لأهل البلاء يوم القيامة. فلازم نغير يا جماعة، لازم نقرأ راية تانية مختلفة، بلاش نتاخد في خطاب الجماعات الدينية والإخوانية اللي دايما يعني زي 67 قال لي ايه اهو ده احنا ربنا انتقم مننا ولازم. يا جماعة طب والنبي في غزوة احد لما تعرض للهزيمة هل هذا كان من باب الغضب من الله على النبي ومن امن مع النبي؟ ابدا والله، كان بسبب خطأ الرومان. اختبارات من الله، وخلي بالك الاختبار هدف منه ايه؟ رفع الدرجة. يعني ربنا بيحب ابراهيم او انجي، بس لعمل ابراهيم ولعمل انجي هيوصلهم للدرجة اللي ربنا حابب انه هو يراهم فيها في الجنة. فيقوم ربنا يعمل ايه بقى؟ يبتلي بالمصائب لرفع الدرجة. وربنا بيقول كده في القرآن ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طب في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، طب معناها إيه يعني؟ الله عليك. بعض الناس على السوشيال ميديا يقول لك بصي أهو، ويبقى بقى جماعة كده مستشيخين يقول لك إيه أهي والأرض اتشقت. لا ده أنت يعني فهم عقيم. يا سيدي العزيز، لا توجد علاقة بين الوقائع الكبرى للقيامة وبين ما نتعرض له الآن. على فكرة بعض العلماء في زمن معين هيجوا وهيتنبأوا بالزلازل وبالبراكين وعاج، إلا أن غضب الله في يوم القيامة مختلفة، لأنها من أمار الساعة الكبرى إذا زلزلت الأرض زلزالها. والله حين يقول على الأرض فهو يتكلم عن الأرض بتمامها وكمالها، مش على موقع معين ولا خريطة معينة ولا يعني معينة. هذه الصورة لا تنطبق على الزلزال تماما او الزلازل اللي بتشهدها الارض، ده معناها بنتكلم عن يوم القيامه. ده الزلزال الكبرى يوم القيامه، ده ربنا قال عنها ايه؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، يوم تبدل الارض غير الارض، لان هذا مساء. واخرجت الارض اثقالها ما فيها وما في بطنها. نعم. كل ما احتوته من الله لاهل الارض، وخرجت الأرض وقال وقال الإنسان ما لها، يعني ما. طيب أنا مش سامع حضرتك، أشكرك دكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب اليومين دول الهوى والبرد أصحاب، وده الطبيعي لأنه بكرة أول أيام شهر أمشير اللي اسمه متاخد من اسم مشير إله العواصف، إله الزعابيب في مصر القديمة. الطبيعي برضو أننا نشوف زعابيب أمشير وإحنا لسه في طوبة، لأنه في كل سنة طوبة بيعلن في أواخر أيامه استسلامه التام لأمشير. عشان كده أجدادنا كانوا بيقولوا أنه أمشير دايما بيستلف 10 أيام من طوبة، ومن هنا كان المثل المعروف الاسم طوبة والفعل الأمشير. وفعلا أمشير تولى مقاليد سلطة الجو بقاله أيام، وبكرة شكله كده هيعلن رسميا عن نفسه في احتفال بسيط مفيش فيه بهرجة كتير، لأنه خبراء الأرصاد الجو بيقولوا أنه الجو بكرة مش هيختلف كتير عن النهاردة، هيبقى برضو برد. النهاردة درجة الحرارة في القاهرة بالليل 9 درجات، ويمكن دي الذكرى اللي طوبة عايز يسيبها لنا قبل ما يمشي النهاردة، وخصوصا انه أمشير مستعجل شوية السنة دي لانه جاي يوم 8 فبراير، رغم انه احيانا بيجي بعد كده بشوية في السنين الكبيسة. وفي كل الاحوال الجو الشتوي اللي بيجمع طوبة وأمشير مستمر واضح كده حتى اشعار اخر. معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتورة منار. يا ترى يا هل ترى أمشير مخبين لإيه؟ أهلا بيكي يا أستاذة. أهلا بحضرتك. أهلا بكل السادة المشاهدين. إحنا بالفعل
بنشهد تقلبات جوية في حالة الجو، يمكن بدأت معانا أمس وأول أمس واستمرت معانا اليوم، وده بسبب وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط. التقلبات الجوية كان أهم عنصر فيها هو طبعا نشاط الرياح اللي شفناه كلنا وحسينا بيه. سرعات رياح وصلت في بعض الأماكن ل 50 و60 كيلو متر على الساعة، اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج وصل 5 و6 متر على البحر المتوسط، وطبعا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يمكن احنا خلال هذه الأيام بنسجل أقل درجات حرارة فصل الشتاء حتى الآن. العظمى على القاهرة الكبرى اليوم سجلت 15 درجة مئوية فترة النهار، مع نشاط الرياح حسينا ال 15 دي لو تكون 13 أو 12 درجة مئوية، بالإضافة كمان طبعا سقوط الأمطار اللي كان متفاوت الشدة واختلف كمية من محافظة لمحافظة ما بين المتوسط والغزير والخفيف، وصل كمان الأمطار للقاهرة الكبرى. متوقع خلال الساعات القادمة أن فرص الأمطار تقل على أغلب محافظات الجمهورية، لأن احنا إن شاء الله من غدا هنبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، لأن هتهدى سرعات الرياح على أغلب المناطق. مع هدوء سرعات الرياح هنبدأ نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية، لأن دايما نشاط الرياح هو العنصر اللي بيخلينا نحس أكتر ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية. غدا سرعات الرياح هتبقى معتدلة على أغلب المناطق، لكن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع غدا تكون 16 درجة مئوية، فهنحس بالأجواء الشتوية المائلة للبرودة فترة النهار، شديدة البرودة خلال فترات الليل لأن الصغرى ما بين 9 و10 درجات على القاهرة الكبرى. محافظات شمال الصعيد ما بين 4 و5 درجات، يعني أجواء كارثة في البرودة. التقليع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحرارة. كمان غدا فرص الأمطار هتكون أقل من اليوم، هتكون أمطار خفيفة متوسطة. أخبار اسكندرية هتكون عاملة إيه؟ أمطار اسكندرية خلال الأيام الماضية حتى اليوم كانت أمطار متوسطة الغزيرة، لكن إن شاء الله متوقع من غدا تكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة. نعم. على المحافظات المطلة على البحر المتوسط منها طبعا اسكندرية، أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري مدن القناة، ممكن تصل أمطار خفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، لكن يعني احنا نقدر نقول إن في تحسن نسبي في الأحوال الجوية من غدا إن شاء الله، ومع يوم الخميس والجمعة هيكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، خاصة إن هيكون في هدوء في سرعات الرياح. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، وانضمنا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. دكتور خالد أهلا بيك معانا، وخلينا نتكلم عن تأثير حالة الطقس على المحافظات المصرية. أهلا أستاذة إيمان. أهلا بحضرتك. على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. في يعني فعلا في مواني اتقفلت النهاردة؟ بالفعل يا فندم، يعني استمرار لغلق مواني. خليني أقول لحضرتك وفقا للتقارير اللي عرضت على معالي الوزير اللي هو هشام أمنة وزير التنمية المحلية فيما يتعلق من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اللي ربط مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية، يعني أشار التقرير إلى استمرار غلق ميناء كل من العريش بمحافظة شمال سيناء وميناء الصيد بالبرولوس بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى ميناء البغاز والدخيلة بمحافظة الأسكندرية، وده كان لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، بينما تم فتح ميناء السخنة بمحافظة السويس بعد تحسن الأحوال الجوية. كذلك الأمر أشار التقرير توقف سقوط الأمطار بمحافظة إسكندرية على أحياء منتزة تاني وشرق ووسط والجمرك والعمرية ثاني والعمرية أول، وانتهت المحافظة من رفع التراكمات الخاصة بالمياه بالشوارع الرئيسة وجاري رفع المياه من الشوارع الفرعية والداخلية، والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ولم يتم رصد أي معوقات بالطرق أو المرافق العامة. كذلك الأمر يعني أوضح التقرير استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة لسقوط الأمطار على محافظتي مطروح وكفر الشيخ، وبتقوم المحافظات بالعمل على رفع وشفط المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال معدات الأحياء. كذلك الأمر المعدات الخاصة بالزملاء في شركات مياه الشرب والصرف الصحي. كذلك الأمر شهدت محافظة دمياط ومحافظة القاهرة بأحياء المرج والنزهة ومصر الجديدة وبولاق والأزبكية سقوط أمطار خفيفة لم ترتقي إلى تجمعات مع هدوء الحالة الجوية على
الاحياء. تمام. الاحياء قبل بس ما نختم مع حضرتك، اسكندريه امبارح احنا كنا شايفين، هنشوف الصور دلوقتي لسقوط يعني جزء من احد الاسوار هناك على الشاطئ، وطبعا كان في كلام اتقال انه ده بسبب تاثيرات الزلزال في المنطقه، ولكن طبعا تم نفي هذا الكلام تماما. حصل ايه النهارده في المنطقه اللي وقع فيها السور؟ يعني خليني اقول لحضرتك برضو التقرير غرفة العمليات، يعني بخصوص الامطار في محافظة الاسكندرية وسرعة الرياح وارتفاع الموج، يعني لارتفاع 5 امتار، يعني ده ادى الى هبوط جزئي من سور الكورنيش كسر في الرصيف في منطقة سيدي بشر بطول حوالي 20 متر. وبالفعل قامت شركة المقاولين العرب باتخاذ الاجراءات اللازمة للاصلاح ووضع خرسانة لحماية السور لعدم زيادة عملية الهبوط. بالظبط، يعني النهاردة بدأ الإصلاح، يعني امبارح يا فندم بدأ. من امبارح. من امبارح، وتم التوجيه كمان لمديرية الطرق لإصلاح الرصيف ومعالجة الهبوط، وده بالتنسيق طبعا مع الزملاء المعنيين بحماية الشواطئ. وزي ما كنت بقول من شوية، ده ملوش أي علاقة من قريب أو من بعيد بالزلزال اللي حصل في منطقة الشرق الأوسط. لا يا فندم، يعني هو يعني خليني اقول لحضرتك احنا في اسكندريه بتبقى دايما في بعض المناطق بيبقى نتيجه لارتفاع المياه الامطار دي بتغمر جزء من الكورنيش. لا، التكرار ده وارتفاع ده مع سرعه الرياح، يعني الزملاء رصدوا في الارصاد يعني الهيئه المصريه للارصاد الجويه ان كان هناك لسرعه رياح حوالي 80 كيلومتر ساعة، فطبعا ده مع ارتفاع الأمواج ممكن يأثر في بعض المناطق اللي ممكن تكون أكثر عرضة أو أكثر تأثرا بده، مع التدخلات من جانب الزملاء فبيتم عمليات الإصلاح. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. طيب، النهارده كان في اجتماع مهم في القاهرة للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة. هذا الاجتماع اللي بيستمر يومين بيناقش خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. الاجتماع كان بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله بنيلي وممثلين من دول جوار ليبيا، السودان وتشاد والنيجر. آخر اجتماع لهذه اللجنة العسكرية كان خلال يوم 15 و16 يناير اللي فات، وحصل بعض التقدم في هذا الاجتماع حسب تصريحات مبعوث الأمم المتحدة اللي تمنى انه اجتماعات اللجنة تقدر تفعل لجان التواصل عشان يتم تنفيذ خطة انسحاب الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية. وكان في اجتماع تاني مهم استضافته القاهرة، وهو اجتماع ورشة الحوار السوداني اللي انتهى بتوقيع وثيقة للتوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار تحت مسمى الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية، الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية. ورشة الحوار شارك فيها 85 شخصية من 35 حزب وحركة سودانية بتمثل قطاع كبير من القوى السياسية والمجتمعية في السودان. من أبرز بنود الاتفاقية القوى السياسية السودانية وقعت عليها النهاردة بند بتتكلم فيه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية من 25 وزير بتضم كفاءات من غير توزيع المناصب الوزارية حسب الأحزاب، مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء. في بند بيتكلم عن تأسيس هيئة انتقالية مكونة من 100 عضو متوزعين بنسبة 60% للموقعين على الوثيقة و10% للجان المقاومة والشباب و30% للفئات والنساء. طبعا هذه الوثيقة اللي أشارت إلى التأكيد على التفاوض مع مكونات شرق السودان برعاية دولية هدفها تحقيق نوع من الاستقرار والتعايش السلمي في إقليم شرق السودان. طيب، معانا على التليفون السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. ست السفير أهلا بحضرتك معانا، والحقيقة أنه يعني مصر كعادتها بتقوم بدورها الإقليمي، يعني مصر لها دور مهم على المستوى القضية الفلسطينية، بنشهد دورها المهم على مدار التاريخ أيضا في موضوع ليبيا وأيضا القضية السودانية. دلالة استضافة مصر لورشة عمل الحوار السوداني بالقاهرة؟ لا شك أن العلاقات ما بين مصر والسودان هي علاقات متميزة، علاقات فريدة، روافد عديدة بتربط العلاقات ما بين البلدين، ليس لها مثيل في أي علاقة ما بين دولتين.
واقع الأمر فيما يتعلق بمصر والسودان، وخاصة في المرحلة الحالية التي يمر بها السودان، هناك وضع سياسي متأزم، هناك انسداد في الأفق السياسي، هناك على فترة طويلة لم يتم التوصل إلى هدف منشود بتسعى إليه جميع القوى والأحزاب الأطياف السودانية، وهو التوصل إلى توافق سوداني حول الفترة الانتقالية ووصولا إلى هدف هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة لإقامة نظام مدني ديمقراطي. الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية ممكن فعلا تؤدي لتقارب في الآراء؟ الوثيقة الحالية التي صدرت عن الاجتماع الذي تم في القاهرة من مجموعة تمثل 85% 85 شخصية و35 حزب وقوى وأحزاب سياسية وأطياف سياسية تمثل قطاع عريض من الشعب السوداني. هذه الوثيقة هي مفتوحة للحوار مع التجمعات الأخرى، وخاصة الاتفاق الإطاري، وأيضا مع المكون العسكري، باعتبار أنه يجب أن يصل إلى توافق سياسي بين الجميع حول الفترة الانتقالية، سواء من حيث هياكل السلطة ومن حيث تشكيل أيضا حكومة مؤقتة، أيضا حل المشاكل العالقة التي أعاقت التوصل إلى توافق سياسي بين كافة الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة شرق السودان، وما يتعلق أيضا بوضعية الحركات المسلحة التي لم تنضم، وفيما يتعلق أيضا بوحدة أو جيش وطني واحد تندمج فيه كافة القوى العسكرية الأخرى، نعم. أيضا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، فيما يتعلق بقضايا عديدة لم تتمكن التكتلات الأخرى من الوصول إليها، نعم، كما حكومة أن الوحدة لم تنضم إليها الوطنية، كافة الأطراف. نعم، حكومة الوحدة الوطنية، يعني بند من بنود الوثيقة تشكيل حكومة وحدة وطنية خمسة من 25 وزير، وهنسميها حكومة الوحدة الوطنية من كفاءات دون مخصصات حزبية. أهمية الحكومة دي إيه في الفترة الجاية أنا على للسودان؟ التليفون. أيوه. أهمية الحكومة سيادة السفير في الفترة الجاية دي للسودان؟ الحكومة هي مسؤولة عن الفترة الانتقالية، والتوصية أن تكون حكومة كفاءات لا تنتمي إلى أي أحزاب أو ليس لها أي ولاء حزبي. مهمتها أن تنفذ الفترة الانتقالية طبقا لخريطة الطريق التي تمت، وهناك يعني معايير لاختيار عناصر الحكومة وأفرادها، وأيضا هناك اتجاه نحو فتح حوار مع كافة القوى والأحزاب الأخرى أو نعم. التكتلات الأخرى من أجل الوصول إلى هذا التوافق. أشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. بعد الفاصل في مصر جديدة، ضيفنا النهاردة بيحب يقول الشعر في الحلوين، ومش بس كده، ده الحلو بيقول له حلو في عيونه، بس لو عندت بقى أو باعت ففي ثانية هيقول لها ولا يهمك، لقيت ترياقي من سمك خلاص وارتحت من همك. ورغم انه حاله متكامله فهو شاعر وملحن ومطرب، الا انه كتب نص حاله، هو بطل نص حاله. ضيفي النهارده هو فارس في اخلاقه وفنه، هو خولي جنينه المزيكا الحلوه، مدحت الخولي في مصر جديده بعد الفاصل. عندما طورت وزارة الداخلية وادي الفروسية بموقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، كانت حريصة أن يكون واجهة مشرفة للرياضة الفروسية في مصر، ويستقبل كافة المنافسات محليا ودوليا، وهو ما نجح فيه الوادي، حيث استقبلت ملاعبه ذات التجهيزات الدولية وعلى مدار 4 أيام البطولة المؤهلة لتصفيات كأس العالم الرابعة 2023 لرياضة التقاط الأوتاد بمشاركة 6 دول هي مصر، الإمارات، إنجلترا، السعودية، ماليزيا، فلسطين. حاجة جميلة جدا، والناس الضيوف اللي جايين هنا يعني من طبعا كلهم بيشيدوا بالمكان، ما تشوفوش مكان كده خالص، بالاضافه للتنظيم طبعا، تنظيم الشرطه اللي احنا عارفينه طول عمرنا، الضبط والربط المظبوط، ما فيش حاجه غلط، ما فيش حاجه الا في ميعادها، كل حاجه معموله، حاجه تشرف. It's a fantastic
new spot for competitions internationally. I think this is going to grow and grow in the international scene of equestrian sports. The polo facility was magnificent, and it's in a very beautiful setting on top of all of that. أنا لعبت في أكثر من دولة في رياضة التقاطع والتعد. الحقيقة ما حصلت مثل هذا الميدان. أول مرة أشارك في ميدان نفس هذا الميدان. من تربة، من تنظيم، من جمالية. أنا من وجهة نظري كفارس، أنا شايف إن المكان ده يقدر يستقبل أي نوع من أنواع البطولات، لأنه في أراضي تستقبل بطولات قفز وبطولات ترويد. وفي أرض كلا. نشكر وادي الفروسية على التجهيز وعلى جمالية المكان وعلى الأرضية، وصراحة شيء ما هو مستغرب، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. الملعب الذي تم العمل البطولة عليه ملعب مماثل ودولي بمقاسات دولية كبيرة. تنظيم احترافي لفعاليات البطولة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية يضاهي بل يتفوق على البطولات الدولية المماثلة، حيث تم توفير كافة التجهيزات التي تضمن نجاح البطولة بصورة مشرفة تعكس المظهر الحضاري لمصر وتؤكد على قدرتها العالية على استضافة البطولات الدولية على ملاعب وادي الفروسية. اللي نشوفه اليوم من تجهيزات اتحاد مصر للفروسية ممكن يكون أعلى معايير شفناها في أي بطولة خارجية. سافرت هند، باكستان، يمكن معظم دول العربية، ما فيش أرض متجهزة بالطريقة اللي هنا في وادي الفروسية، فبجد دي حاجة كلنا فخورين بيها. إيفن اللعيبة حتى اللي جات من برة مش مصدقين، لدرجة إن هم بيطلبوا إنه كاس العالم بتاع اللعبة يتنقل من أي بلد إنه يبقى هنا في وادي الفروسية. التنظيم المحترم اللي احنا شايفينه هنا فعلا بيقول إن الدولة المصرية قادرة على استضافة بطولات عالمية وبطولات في مختلف الألعاب منها الفروسية. So seeing the way everything is set up with the arenas with the tent pegging run here and everything else is really 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 high level. And we have not asked for anything yet. البطولة الحمد لله كانت ناجحة بجميع المقاييس، مكان يليق بتصفيات كأس العالم. تبارى الفرسان من الدول المشاركة في أجواء تنظيمية رائعة لالتقاط الأوتاد. ساعدهم على ذلك ملاعب الوادي التي اتسمت بمواصفات دولية، وما يحيط بالملاعب من أجواء تم تهيئتها لإنجاح الفعالية الدولية من خدمات ورعاية بيطرية في الاسطبلات المجهزة للخيول، إضافة إلى فندق إقامة بمواصفات قياسية عالمية ومطاعم ومدرجات للجماهير. هذا الصرح الرياضي مهما أقول يعني ده مواكب أحسن 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 الميادين الفروسية الموجودة في دول العالم كلها، وده طبعا كان بشهادة الوفود المشاركة في البطولة. شافوا هذا المكان ما كانواش مصدقين الإنشاءات والأراضي والفندق والمطاعم ومنظر البحيرة، حاجة يعني مشرفة جدا جدا. The hotels, amazing hotels actually, and we're glad to have it and it is good if you can stay there, but alhamdulillah. Anyway, it is center in middle of the city. المكان مهيئ وجدا رائع بالنسبة للميدان، بالنسبة لإسطبلات الخيل، بالنسبة للتنظيم، بالنسبة لاستقبال الفرق المشاركة، حتى مكان الإقامة. الشباب المصريين ما قصروا معانا. وقد نجح الفريق المصري في الحصول على المركز الأول ليتأهل بذلك إلى كأس العالم وسط حضور دولي ومحلي. الجميع أشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة وبالتجهيزات ذات المواصفات الدولية التي يحظى بها وادي الفروسية وملاعبه. كالمعتاد وزارة الداخلية دايما إسهاماتها في الرياضة الكثير، في الأبطال، في المنشآت الرياضية. الحقيقة فخورين بده كوزير شباب ورياضة إن احنا نشوف المنشآت الكبيرة النهاردة، المنشآت المتخصصة، مدينة فروسية وليس نادي فروسية. الحقيقة مبهورين بالمكان، مكان مؤهل جدا جدا، مش للكلة بس، حتى لبطولات القفز، لبطولات البولو، مكان مجهز بكل حاجة ما شاء الله. المكان اللي احنا فيه ده انا عايز اقولك من 10 سنين مش ممكن تقول ان هو ده نفس المكان اللي احنا كنا بنيجي بنتدرب فيه وبيحصل بطولات. ده بقى حاجة تانية خالص، وحاجة يعني مشرفة جدا انها تستقبل
competitions, international competitions, ومن كل العالم مش بس من الدول العربية. حققت وزارة الداخلية رؤيتها من تطوير وادي الفروسية، وهي القدرة على استضافة المنافسات الدولية على أرضه بكفاءة واحترافية، والارتقاء بالرياضة الفروسية في مصر. على شط الهوى في اسكندرية في الثمانينات ابتدت حكاية الغنوة معاه، من طابور المدرسة لحفلات فرقة الحب والسلام. كان عنده 18 سنة بس لما انضم لهذه الفرقة المشهورة. وقتها هما بين الكلمة والنغمة ونبرة الصوت اتعلم ازاي يعبر عن اللي جواه ويدور على المعنى والإحساس ويغزل من مشاعره تاريخ فني استثنائي. والقاعدة الثابتة في هذا التاريخ هو عشق الفن، عشان كده غنى من ألحانه وكلماته هو نفسه، وكمان لحن كلمات غيره وكلماته لحنها غيره، لكن في النهاية كانت بصمته واضحة في كل أعماله. عشان كده في فترة التسعينات كانت انطلاقته الكبيرة بكلمات وألحان لأكبر وأهم المطربين: محمد منير، محمد فؤاد، مدحت صالح، أصالة، لطيفة، راغب علامة، أنوشكا، وغيرهم كتير. كلهم نجوم حطوا ثقتهم في كلماته وفي ألحانه، وكانت ثقتهم في محلها لأن أغنياته بقت علامات في مشوارهم الفني، وأغنيات بعضها من كلماته وألحانه وبعضها من ألحانه بس، من أول المريالة الكحلي وبلاد طيبة لبحلم ويحلالي ولا يهمك، طيارة ورق، فرقنا قدرنا، ونص حالة، وحتى يا بت بيقول لك أبوكي. كل هذه الأغاني كسرت الدنيا وقتها ولسه عايشة ومستمرة، لأنها خرجت من قلب فنان حقيقي، فنان بجد عنده مشاعر صادقة، عنده إحساس مرهف، شاعر كلماته كده مزيكا، ملحن مزيكته شعر. وهي دي الخلطة الفنية اللي خلتنا نستمتع بكل أغنية قدمها لحنا وشعرا، عشان يخلق لنا حالة غنائية خاصة جدا، حالة كاملة مش نص حالة. لأنه الحقيقة صحيح أنه هو كتب ديوان نص حالة، وده عنوان أغنيته الشهيرة اللي غنتها أصالة، بس هو الحقيقة هو حالة متكاملة. معانا النهاردة خولي المزيكا الحلوة مدحت الخولي. يا مساء الفل. مساء الفل، أشكرك على المقدمة الهائلة دي، وأشكر كل مجموعة العمل، وأنا مبسوط أن أنا معاكم النهاردة. أنا مبسوطة جدا أن أنت معانا النهاردة، وبقالنا كتير عاوزين نتقابل في هذا اللقاء التلفزيوني، وعاوزة يعني أشكر الظروف اللي سمحت لنا بهذا اللقاء بعد الخبر الأخير عن فيلم جديد، فيلم يعني واضح انه هيكون حاله من الجنون، حاله مكتمله من الجنون، كمان بقى بعد الجنون كمان. يعني احنا عدينا الجنون خلاص، انتوا عديتوا مراحل الجنون المقبوله والمعروفه، انتوا هتعملوا ما بعد الجنون. واضح انه حاله مكتمله فعلا، لانه جمال بخيت بيكتب الاشعار وانت بتلحن الاغنيات، وعادل اديب المخرج الكبير بيخرج، مجموعة جميلة من النجوم والفنانين. أولا ألف مبروك طبعا، الله يبارك فيك، على الفيلم ده. والجميل في الفيلم ده أنه أعتقد أنه ده هيكون أول فيلم غنائي مصري، لأنه إحنا عندنا أفلام فيها أغنيات، تمام، ما أقدرش أقول عليها أفلام غنائية، ولكن هذا الفيلم سيكون أول فيلم غنائي مصري. إزاي ولدت هذه الفكرة وإيه الحكاية؟ طبعا هو عشان برضو الناس تبقى معانا فاهمة، الفيلم الغنائي بيبقى الحوار نفسه فيه أجزاء منه مغناة مع الأغاني كمان. فهي الفكرة طبعا حلم من زمان، وإحنا بنحلم نعمل حاجة اسمها فيلم غنائي. للصدفة البحتة المخرج الجميل عادل أديب، اللي هو بالصدفة برضو كان أخرج لي أول عمل بلاد طيبة، بلاد طيبة أول عمل وطني عملته، أغنية بلاد طيبة كانت منير وأنوشكا، وده كان يعني يعتبر تاني لقاء ليا معاه في ال... هو متخصص بعد لقاء بعد سنين طويله، تخيلي جدا. لانه الفيديو كليبات التقليديه وعادل مالوش فيها خالص، بس هو عمل وبصم في بلاد طيبه بصمه مخرج واعي ومدرك ان هو المفروض الصوره بتبقى في خدمه الكلمه والمعنى. فقعد منير وانوشكا في ظهر بعض، وكان موضوع بالنسبه لي كان صادم، الرمز وصل له. فترتها تلاقي الفيديوهات كلها بنات بترقص والمطرب قاعد بيجري وراهم، بيجري وراه والاشاربات دي عادل مش بتاع الكلام ده خالص الحقيقه. وهو يعني شخص معجون فن، يعني هو عنده شغف غير عادي للمعرفه،
وللتجريب طول الوقت، ومهتم بالفيلم الغنائي ومتخصص فيه، وكان لحد النهاردة محققش الحكاية دي. فبالصدفة حصل هذا الموضوع وربنا أراد إن احنا نتوفق فيه ونشتغل فيه بقصة من القصص الخرافية اللي لها معاني كتير جدا وأبعاد كتير جدا وماشي عريضة، بتسمح لنا بطرح أمور وأشياء، حتى بنطلق خيال المتلقي إن هو أنت احنا معاك وأنت معانا على قد ما أنت قادر تفهم. مسجات إنسانية جميلة وفيها سمو ورقي، ولوكيشن التصوير كان مكان ساحر جدا. احنا صورنا في قصر اللي هو في وسط البلد شامبليون، مش ممكن. من ساعة ما ندخل المكان كلنا بنبقى مأخوذين كأننا في حلم فعلا، وقد كان فعلا الحلم بيتحقق لحظة بلحظة. كل مجموعة العمل الفنيين والممثلين والمجموعة كلها احنا مستمتعين باللي بيحصل، والغنى يبدأ تلاقي الأغنية اللي فيها بوكا المجموعة كلها بتبكي، الأغنية اللي فيها انفعال، الأغنية اللي فيها رأس وتنطيط، فلسفة العليا، التقاء بقى اللحظات اللي هي فيها اكستريم في نفس النقطة، لأنه هو بيحاول يوصل مسج في النهاية. معلش على الدور النهاية، يعني هقول إن الفكرة مبنية على كلمة الحقيقة، إنه مفيش فعلا حقيقة أيوه مطلقة، الحقيقة بتبقى وجهة نظر لمرحلة معينة، بعد كده ما بتبقاش حقيقة. إذا هو وصل لنتيجة فتجنن وجننا معاه إنه مفيش حاجة اسمها حقيقة. الأبطال وطبعا العمدة بتاعنا بقى بتاع الموضوع ده كله اللي هو أصلا يسكتنا ويتكلم محمود حميدة. طبعا جميل محمود حميدة. وهو كمان قال لي أنا مش بقولك إيه، أنا مش ممثل، أنا عايز يغني، أنا أصلا مغني وراقص. حبيبي طبعا الفيلم حواره غنى، مش كل الحوار بس يعني اكتر الحوار هنا، وفي حوار عادي. محمود حميد قال لك انا اصلا مغني وراقص. مغني وراقص وهو ما شاء الله عليه، يعني الراجل يعني فعلا كده برنس كده في نفسه قوي وزعيم ومثقف جدا، وتحس لما بيسمع الكلمه بيتذوق الكلمه فعلا. لسه كنت هقول احمد فؤاد نجم طبعا، هو حافظ تقريبا اشعاره كلها كله، هو فؤاد حداد. ولما بيجي حبيبي لما جه يسجل شغله في الاستوديو، تخيلي مش حافظ شغله بس، ده حافظ شغل جميع الممثلين. يعني راح له السكريبت وراح له الاغاني عشان يحفظها، يجي جاهز، جاي اكتر من جاهز. يعني هو بيغنى شغله تمام بالكاركترات اللي هو قصدها وعايزها والمطلوبه منه، وفي نفس الوقت بقى يساعد الزملاء في الغنى وفي الركوز. كان مذهل الحقيقه. شيرين رضا غنت حلو؟ شيرين رضا غنت وكانت بالنسبه لها حاجه مفرحه، لان هي حلم الغنى عندها من زمان. وتقريبا اتفقنا ان احنا هي هتكمل في الغنى، نفسها هتكمل في الغنى. هي غنت في الفوازير قبل كده بس ما كانش غنى غنى. لا، حصل تدريب، حصل اهتمام وركزت على الغنى. ما هو الغنى محتاج بس توجيهات بسيطه عشان يعرف يطلع الصوت منين والحاجات دي. طبعا جيهان النصر، دكتوره جيهان النصر كانت معانا، ده الجندي المجهول بقى في الموضوع كله، خدت معانا تكات الغنى بالنوته على الكيبورد. بس عايز اعرف، تقولي شيرين رضا قررت هتستكمل الغنى بعد كده، مش هتبقى بس بتغني من أشكال في الغنى. واحمد فؤاد سليم وطبعا محمود، انا كنت مكلمه قبل كده في المشروع ده ان انا عايز اعمل الغنوه المشهد اختصارا للحكايه، كنت عايز اعمل شكل مختلف يغنوه النجوم اللي بيعرفوا يغنوا بس. الغنوه المشهد هنتوقف عندها كتير، بس تحيه بقى لعادل اديب، مفيش كلام، عاوزين بلاد طيبة، تحية من مدحت الخولي دلوقتي على الهوى لعادل أديب، لأنه عادل أديب كان أول مخرج يعمل لك أول أغنية وطنية تعملها بلاد طيبة، وهو دلوقتي المخرج اللي بيعمل معاك الفيلم الحلم بتاعكم ما بعد الجنون. ما بعد الجنون، واضح إن إحنا هنتجنن. عايز أقولك إن هو متأثر جدا بكلام بلاد طيبة وحقك على راسي، عشان كده هو ساب مساحة للكلام يتمدد وخلى الصورة في خدمة النص. إن كنت مرة جنيت حقك على راسي. حقك على راسي. لبنودي يعني يحضرني الله يرحمه. لبنودي عجبه ال لا ده قال لي، إحنا كنا في لقاء كده وبعدين أنا رايح له علشان نعمل حاجة مع بعض، فقال لي هو أنت اللي قايل لمصر حقك على راسي في الأغنية؟ قلت له قال لي ما أنت جاي لي ليه؟ ده أنت شاعر جامد. قلت له يا أستاذ، واحنا لما كناش سمعنا وبلدنا على الترعه بتغسل شعرها كنا كتبنا حاجه بس راسي الراجل، وكان من اساتذتي طبعا. بصي هو يذكر اسم مصر القلب بيخشع على طول يعني طبعا.
بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، وانتي أمل وحنان وقت الخطر أمي، بتحملي همي حضنك دفى وأمان. انتي بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، وانتي أمل وحنان وقت الخطر أمي، بتحملي همي حضنك دفى وأمان. ليكي أنا غنيت يا دنيتي وناسي، وإذا كنت مرة جنيت حقك على راسي. ليكي أنا غنيت يا دنيتي وناسي، وإذا كنت مرة جنيت حقك على راسي، حقك على راسي. لا نسيت ولا بنسى لمسة حنان لمسة قلبي اللي داب أحلام، يا بلادي ضميني حضنك بيحميني من الغربة والأيام. لا نسيت ولا بنسى لمسة حنان لمسة قلبي اللي داب أحلام، يا بلادي ضميني حضنك بيحميني من الغربة والأيام. ليكي أنا غنيت يا دنيتي وناسي، وإذا كنت مرة جنيت حقك على راسي. ليكي أنا غنيت يا دنيتي وناسي، وإذا كنت مرة جنيت حقك على راسي، حقك على راسي. إذا كنت مرة جنيت حقك على راسي، واحدة من أجمل الصور الشعرية بصراحة اللي سمعناها، وطبعا لازم الأبنود يتوقف عندها. وتحية برضو مرة تانية للمخرج الكبير عادل أديب، يا رب يوفقكم في الفيلم، وإن شاء الله أنا عارفة أن هو مكتمل وخلاص، إن شاء الله يمكن يتعرض قريب يعني. إن شاء الله احنا في مرحلة المونتاج والدوبلاج وقربنا نخلص. طيب جميل جدا. بمناسبة الأغنية المشهد أو الأغنية الفكرة، الحقيقة مدحت الخولي ملك من ملوك الأغنية المشهد أو الأغنية الفكرة. جاهز عندنا يا جماعة نشوف بعض من أغانيك الأفكار كده، نشوف ونرجع نكمل. الأغنية المشهد أو الأغنية الفكرة، ليه مدحت الخولي بيحب يتوقف عند مشهد ويبدع في تصويره؟ هي فطرة، لأنه أنا يعني عندي شغف الحكاية، وده بيشدني من صغري من الطفولة، إن بقى شايف صورة قدامي ولقطة ميكروسكوبية توقف عندها واخش في تفاصيلها، أجد إن فيها أبعاد مذهلة محتاجة تدرس والواحد يستطعمها. فبتفرق جدا بعد كده، بيبقى في مخزون فكري ووجداني هايل بيساعدني على 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 قياس درجات الانفعال بشكل في اتزان وفي دهشة يعني. جميل جدا. انا عايزه اتوقف عند كذا اغنيه من دول. الحقيقه يا بت بيقول لك ابوكي، والريس متقال الجميل، وامل وهبه اللي اختفت يعني في ظل ظروف غامضه مش عارفه راحت فين. هي موجوده في باريس عايشه هناك. طيب جمعت ازاي ما بين متقال وامل وهبي؟ تستغربي ان المنطقه اللي فيها امل في الجزائر على نفس خط العرض بتاعت صعيد مصر، فهم بيتكلموا نفس اللغه ويمكن نفس الطبع. فالكلام طبعا كلام الإيحاء بتاعه في الكلوري ده كلام الله يرحمه حبيبي صديقي الشاعر الجميل حسن رياض، خد في الكلور غزل منه هذا الكلام من ضمن أغانينا اللي لها يعني تاريخ. فأنا شفت أنه أمل صعيدية من الجزائر والرسم بتاع الصعيدي من هنا، فجمعتهم عملنا طبعا مشاكل، لأنه كان عايز يتجوزها تبقى الزوجة رقم 9 بالنسبة له ده بجد طبعا وعايز بقى يعمل المهم. فقامت الحكايه اللغه، هما الاثنين بيتكلموا لغه احنا ممكن ما نفهمهاش، تخيلي، وفاهمين بعض جدا وكانوا متفاهمين جدا. والراجل الحقيقه، وايه حكايه ترجع يا بت دي؟ ده توهنا، لانه احنا لما وقفته في الاستوديو بعد ما خلص ندات عليه تعالى كمل، انا نفسي في اللقطه دي انه ينادي عليها، فراح داخل قال كلمه كده يا بت بقول لك ارجعي، ده اللي انا كنت طالبه.
ارجع يا بت، بقول لك ارجع، راح قايل يا بت تعال جاي. قلت هو نطقها غلط؟ قعدنا بقى نشوف ونعمل، اتريها تعالى الطريق الجاي. وامل اللي ترجم لي الطلاسم دي والحاجات دي، انه تعالى الطريق الجاي. فهي كانت صوره معينه في ذهني حصلت، كانت مفاجاه لمهندس الصوت ومفاجاه لمتقال والامل، ان انا لا انا عايز الكلمتين دول احطهم في فينال الاغنيه عشان الرؤيه بتاعتي تكتمل يعني. أيوه. هو بينادي عليها. انا قلبي برج حمام. انت اللي كاتب طبعا ده كلام حسن رياض برضه اللي عامل يا بنت بيقول لك ابوكي. طيب ايه الموضوع؟ يعني انت دلوقتي لما تلحن حاجه مش انت كاتبها وتلحن حاجه انت كاتبها، ايه الفرق؟ بتفرق. ايه؟ شخصيتي كملحن بتفرق خالص. انا في قاموس معين بتاعي ما بقدرش اخرج منه. ما بعرفش اخرج منه. وماشي كده وكلام، تعرفي انه ده مش كلامي على طول. زي مثلا مرال الكحلي. انا مش عارف اقول اجمل ما فيك يا بنتي ان انت في عينيكي من انت حنان الام. هروح انا فين بقى في كلام زي كده؟ ايوه. فكلام برضو انا قلبي برج حمام، هج الحمام منه، ده فولكلوري. ورهيب يعني. هم عندهم طبعا في الصعيد، حتى ما اعرفش ليه الابنودي يعني بيجي على بالي دايما انه كان معلم وكان دايما بيشرح لي اسس الحاجات دي وهي جايه منين. هو كان عمنا كلنا طبعا. فكان بيحكي لي عن غنى، حتى كانت والدته بتاخده يخش برج الحمام ويتكلموا، مش عارف تقول له بو ايه، مش عارف ايه، اغاني معينه في الفولكلور الصعيدي موجوده لها معاني. لما يكون الحمام مثلا ما بيبيضش كتير، مش عارف ايه، تلاقي حاجات مترابطه وموروث قوي وصلب وموجود عبر السنين. برج الحمام رمز لشيء معين، الحمام بيهج، ده اسقاطه بقى على معاني كتير جدا جدا. غير المعنى المباشر انه فعلا برج الحمام مثلا خرب او هد، اللي هو اتضرب عين. فنعمل ايه؟ نبخر ونخش نصوت جوه ونصرخ، فيروح الابنودي ماسك في ديل امه لانه اترعب. يعني بتعمل كده ليه؟ هي بتعمل مشهد مسرحي علشان تطفش العين اللي دخلت برج الحمام. شوفي شوفي. لا ده كده الفلكلور المصري غني جدا بالقصص والحكايات الحقيقيه. الكينج محمد منير، انا عرفت سلام مربع على الكينج طبعا. انا عرفت انه ليه طقوس خاصه جدا لما بيجي يسجل اغنيه معاكم. مفاجاه. طبعا يعني هو اولا هو بيبقى هادي جدا. طقوس محمد منير لتسجيل الاغاني يا جماعه. خش طبعا بموكب يعني. منير حتى لو دخل لوحده تلاقيه داخل استوديو بموكب. زي ما يكون في حد بيجري وراه وهو مستعجل. هو حبيبي ثقه للحظه. انا عارف انه يقف قدام المايك في الاستوديو مساله مش سهله. ويعرفها كل المغنيين على الاطلاق يعني، اللي هم جادين. فيدخل منير يغني الاول، يروح نازل ندور على منير. دخل قدامنا الاستوديو، فين منير؟ نبص كده من الشباك الكنترول روم، نلاقي منير في الارض بيعمل 10 ضغط. وده علميا صح. بيعمل رياضه. رياضه 10 ضغط قبل ما يغني. قبل ما يغني 10 ضغط. دي عشان يعني يجابي الدم ويفوق كده بتاع. يروح قايم واقف هوب، بياخد الاغنيه يروح مغنيها تيك واحد، وان تيك. ويتنرفز لو حد وقفه. فبتبقى في حاجات بسيطه عايزه تتصلح، اضافات عايزين نعملها، يا دوب بنكلم نفسنا نلاقي منير طار جري، لا نروح موقفينه تحت بقى وننزل بقى نتخانق معاه، تعالى في حته عايزين نحطها. بيبقى مش قادر على الثقه للحظه. هو مغني حلو وكل حاجه، بس في عايزين يعني مثلا بلاد طيبه، انا كنت عايز في الاخر يو 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 يو, يو. ما لحقناهوش. رحت له بقى قلت له لازم، قال لي وانا كل اغنيه هفضل اقول فيها، قلت له دي منير ده، دي بالذات. هو اليو هات دي هو بينادي على امه. فقلت له احنا بنتكلم مصر، فارجوك نزل معايا. ودخلنا حجز تاني قلنا اليو هات. فهو منير له طقوس كده لذيذه. مين المطربين اللي اتعاملت معاهم برضو ليهم طقوس كده قبل الغنى او اثناء الغنى؟ هو منير الوحيد المتفرد اللي هو بيخلينا بيشد اعصابنا كلنا فعلا، هو عامل زي الوتر المشدود. نص حاله اغنيه من الاغاني المشهد برضه او الفكره، ونص حاله مش بس اغنيه بتاعت اصاله، ده عنوان ديوان لمدحت الخولي. خليني يعني هذا الديوان انت عارف انا بحبه قد ايه، والاشعار اللي انت كاتبها فيه انا بحبها قد ايه. خلينا نشوف أجزاء من أشعار هذا الديوان ونتكلم كتير قوي عليها.
زي طير فارد جناح. طبعا لما بسمع ديوان نص حالة على طول بيتجسد قدامي رجل برج الحمل، مدحت الخولي طبعا رجل برج الحمل. اجرحيه وخليكي عندك، عايزة الأمان؟ لا مفيش أمان. إيه أنت ديكتاتور على فكرة. هي أمانة مع النفس على قد ما أنت شاعر يعني مرهف الحس وملحن مش عارفة إيه، بس لما بتكتب أحيانا بحس إنك ماسك سكينة، صح؟ طبعا هو موضوع لأنه مواجهة الحقيقة صعب. يعني أنا لازم كنت تحذريني إن أنا هسمع الحاجات دي، ربما إن أنا لحظة الإبداع تقيلة فببقى مستعد ليها وانا بكتب، لكن في لحظات الحياه العاديه اسمع الكلام ممكن يموتني، يعني يقضي عليا. ما هو موتنا اهو. اجرحيه، هو ده الحل اللي لازم تعمليه. ده على فكره، لانه في نقطه مهمه عندي، انا متحيز جدا للمراه القويه اللي عندها عزه نفس وبدعمها ومؤمن بيها، اللي شبه والدتي وخالتي وعمتي واختي، متحيز جدا للمرأة العادية. والفترات الأخيرة أو المدارات اللي حصلت بعد كده في لخبطة حصلت، فيها إهانة للمعنى، يعني في بقى سوء اختيار وحاجات مش مظبوطة وناس بقت مش مناسبة لبعضها، بيعيشوا مع بعض فيبدأوا يخبطوا في بعض. وفي المعنى اللي هو الحب طبعا ده معنى مظلوم، لأنه أنتوا يعني إزاي بتحبوا بعض وإزاي بتعملوا في بعض كده بالطريقة دي. فيجرحي ده كان مخرج وحيد لعلاقة مسمومة بين رجل وامرأة هو أقل منها، نقول مختلف عنها، ومزعله الموضوع قوي، فهو مش قادر يقاوم إنه يفضل يخبط فيها ويحاول يكسرها عشان بس يحس إن فيه توازن بينها وبين، رغم إن هي مختارها، هي اختارته وكرمته، فهو بيديها بيرد لها التكريم ده والكلام ده إهانة. عشان كده بقول لها أنت شريكة معاه، حرري نفسك بنفسك، حرريه وجرحيه عشان يسيبك وترتاح وانتوا الاثنين، زي ما بيحصل عمليه استئصال لحاجه. ادي جرحيه. الثانيه اللي هي كانت ايه؟ عايزه الامان، مفيش امان. دي طبعا علاقه يعني بتبقى على حافه بدايه علاقه جديده وهو عايز يكون امين معاها ومع نفسه، فهي صعبانه عليه، هي شايفاه بالشكل اللي هي عايزه تشوفه بيه، فبيقولها خليكي عندك تسمحي، لانه مفيش امان فعلا. انت بتجري ورايا عشان الامان، انا شخصيا انا بقول لك مفيش امان بالذات معايا، لان انا طيف واصل لمرحله انا فعلا مش لاقي ارض اقف عليها دلوقتي. فانا مقدر احساسك وكله، ويمكن ابادلك الاحساس، لكن انا عارف ان انت معايا مش تبقي في نبل، لحظات نبل يعني. يقول لك ليس هناك انسان مثالي، هناك لحظات مثاليه. فاحنا نتلمس اللحظه اللي ينفع فيها نبقى مثاليين ونحط لنفسنا رصيد نفسي، ان انا والله لا انا فخور ان انا بقيت برجع عندهم طبعا بعد كده، بس مش مشكله. طب بمناسبه السكينه اغنيه ولا يهمك، لقيت تريائي من سمك خلاص وارتحت من همك، ايه رميتك زي ما لقيتك فتات مكسور ورده حب دبلانه في ظل تسور، ولا يهمك فراق بفراق صحيح ان الدواء من الداء، عنبتيني وبعتيني عشان اخرتها تلاقيني لا انا عاشق ولا نسمع مشتاق. بقى ولا يهمك، نسمع ولا يهمك. انا النهارده انت نكدتي عليا يعني. ولا يهمك ولا يهمك، لقيت تريائي من سنك خلاص وارتحت من همك، ولا يهمك ولا يهمك، لقيت تريائي من سنك خلاص وارتحت من همك، رميتك زي ما لقيتك فتات مكسور وردة حب دبلانة في ظل تسور، رميتك زي ما لقيتك فتات مكسور وردة حب دبلانة في ظل تسور، ولا يهمك. مش هتكلم كتير. هي تجربة؟ في مرحلة معينة ودرجة وعي معينة مش هتكلم كتير. تجاوزتها.
هيتوب عليها خلاص. بعد الفاصل هنتكلم مع مدحت الخولي عن أغاني العند والقوة والقسوة في تاريخ مدحت الخولي. جرعة من العند والقسوة لمدحت الخولي، ليه كل ده؟ هي كنت آخر فرصة ليكي في الحياة، أنا خنتك امبارح وزي ما كنا بنغني قبل الفاصل ولا يهمك، لقيت ترياقي من سمك وفراقنا قدرنا، كاتبها طبعا الشاعر الغنائي الجميل بهاء الدين محمد. بس مين بقى هيلحنها؟ طبعا ما لقاش حد غيري هو اللي يلحن مدام فراقنا قدرنا مدحت الخولي على طول كلمني قال لي عندي قنبلة ليك و... يعني هي تجارب وما فيش على فكرة حرف أنا كتبته أو لحن لحنته ما عشتوش، فهي تجارب حقيقية لها أبعاد أنا كنت شايفها وحاسسها وقتها، يعني أنا مش صدامي، لكن هي طبعا الظروف دايما بتبقى مش زي ما احنا عايزين، نتيجة برضو اللخلاخة اللي حصلة دي، حتة احنا عايزين بنحب الحب وبنحب نكون في حالة حب. أنا فين وعيت للحكاية دي؟ إنه بسرعة الإنسان غصب عنه بيكمل اللي ناقص من العلاقة بخياله ويرجع يحاسب اللي قدامه عليه. دي مسألة، دي غلطة، بس لازم مرحلة الإنسان بيمر بيها عشان يعرف يميز الفرق بين ده وده، فأنا عشت المرحلة. يعني هل تبت عن أغاني القسوة والعند؟ مش ولا هتفضل تقول للست ولا يهمك لقيت حسب هي ولا يهمك، بالذات لها طبيعة خاصة. وفي أغنية تانية بنت عمها كده طلعت في نفس المرحلة اللي هي كنا قلنا عليها، اللي هي لو انت عارفه انك وحشتيني، عارفه انك وحشتيني، حتى نسمحها كنا بقى. كنا بنفكر نعملها انا وفؤاد وكده، بس ما ما لحقناش الوقت. يعني يلا نسمعها من نفس التجربه. اللي هي بالنسبه لي دلوقتي انا مش باقي منها غير المحبه المطلقه. يقول لها ايه يا ستي؟ وعارفه انك وحشتيني، وعارفه اني بحبك ويل، وحبك ليل بيطويل، لكني في الالم بحار، ادوس عالنار وحاسب نفسي واجرحها، لو انتي حته من قلبي امد ايديا واقطعها، ولا انك تعنديني، عارفه انك وحشتيني، انا قسوتي اسوى، ما تخلينيش قاسي، انا ضربتي اقوى، لا هويت ولا ناسي، انا قسوتي اسوى، ما تخلينيش قاسي، انا ضربتي اقوى، لا هويت ولا ناسي، لكني حبيتك حب الحياه والخير، دورت ولقيتك كنت السما والطير، لكني حبيتك حب الحياة والخير، دورت ولقيتك كنت السما والطير، الفجر والعصافير، لو كنت عرفاني ما تعنديش تاني. الله على الغنى، بس المعنى صعب قوي مش كده؟ هو معنى حقيقي، انا ما بقدرش اوارب الابواب او اساوم او اقاوم المعنى زي ما بيجي وبحسه، لان انا متربي في البحر، غدار البحر، ردود افعاله غدار، مش غادر، مش غادر قد ما هو حريه. شفت شفت الزبزبه ده المايك ده اللي ده المايك بتاع الغنى، هنجيبه نجيب المايك بتاع الغنى علشان يعني حتى معرفش المايك ايه اللي خلاها فط الكلام مش عاجبه ولا بالظبط، حتى المايك يعني قاسي عليه، مش مفيش رحمه، مفيش. بالظبط. طيب قول لي، انا عارفه انك انت بتعشق نزار قباني طبعا الشاعر الكبير قوي، وعارفه انك انت يعني اخترت قصيدتين علشان تلحنهم، اني خيرتك فاختاري، غناها كاظم الساهر. هو غناها بلحن مختلف عن انا عامل، انا عاملها قبل كده بكتير. يعني لحن بتاعي معمول من فتره طويله، لان احنا كنا بنعمل بروجكت انا ونجم كبير، طبعا مش عايز اقول اسمه، يعني ما كملش البروجكت لانه هو خاف من الفصحى.
مع ان هو كانت هتفرق جدا جدا في مسيرته. كان قبل كاظم الساهر ما يغني بالاشعار بتاعت نزار قباني واشتهر بيها. وانا بالذات القصيده دي اني خيرتك فاختاري. من هو هذا النجم؟ لا مش عايز اقول اسمه. ملوش لازمه يعني ان انا ايه، لان انا راهنت على ان اللي مش عايز اقول كلمه انحراف مسار او حاجه، راهنت انه هيروح في سكه تانية غير اللي انا كنت قاصد ان هو يروح فيها. ففرقت يعني، لو هو كان دخل السكه اللي انا شاورت له عليها كان زمانه بقى قبل كاظم الساهر في السكه دي كتير طبعا. لا وهو طبعا كان زمانه الدباديب بقى والحاجات راحت عنده، هو تلاقيه دلوقتي ندمان. طب حط المايك في مكانه. ما هي البوكله بتاعت المايك كسرت، هنحتاج بوكله جديده عشان مش هتشيله. طيب طيب خلاص، هي ايه مش هتمسك البكره نفسها. تمام. طيب هتغني يعني؟ مش كلامي اللي وقعه الحمد مش لله. مش شفت القسوه والعند اللي انت عملته يعني كله يعني. طيب خلينا نروح فاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع مدحت الخولي. مدد يا عم نزار، ده بقى العمده الكبير بتاعنا يعني. اني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري او فوق دفاتر اشعاري. اني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري او فوق دفاتر اشعاري. اختاري الحب او اللا حب فجبن أن لا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. اختار الحب أو اللا حب فجبن أن لا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. قولي انفعلي انفجري لا تقفي مثل المسمار. لا تقفي مثل المسمار. فأنا لا أؤمن في حب لا يحمل نزق الصوار. لا يحمل نزق الصوار. اختار الحب أو اللا حب فجبن أن لا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. اختار الحب أو اللا حب فجبن أن لا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. نزار قباني يعود من جديد بألحان مدحت الخولي. عندك كمان هذا الهوى ما عاد يغريني فلتستريحي ولتريحيني. كان حبك في تقلبه ما قد رأيته فلا تحبيني. هذا الهوى ما عاد يغريني. دي من الحاجات الدقيقة جدا. وبرضو في آخر الأغنية بيقول لها أنت استريحي من هوايا أنا لكن سألتك لا تريحيني. يا سلام. هذا الهوى ما عاد يغريني فلتستريحي ولتريحيني. هذا الهوى ما عاد يغريني فلتستريحي ولتريحيني. إن كان حبك في تقلبي ما قد رأيت فلا تحبيني. هذا الهوى ما عاد يغريني. لا فرق عندي يا معذبتي أحببتني أم لم تحبيني. لا فرق عندي يا معذبتي
أحببتني أم لم تحبيني؟ الشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عينيك تغنيني، هذا الهوى ما عاد يغريني، هذا الهوى ما عاد يغريني، فلتستريحي ولتريحيني، هذا الهوى ما عاد يغريني، فلتستريحي ولتريحيني، إن كان حبك في تقلبي ما قد رأيت فلا تحبيني، هذا الهوى ما عاد يغريني. الله، أعتقد المطرب ده هيبقى زعلان لو سمع دلوقتي. أنا عارف إنه زعلان. هو أوريدي قال لك إنه زعلان، لأنه كان عايز يعيد التجربة، عايز يكمل وأنا رفضت. ليه؟ في نقلة حصلت لخبطت. إيه النقلة اللي حصل؟ خلاص بقى أوت أوف ستايل بالنسبة للحكاية. فما كانش ينفع يعني. وأنا ما عنديش، زي ما أنا ما عنديش ممثل ما بيغنيش اخليه يغني، ما عنديش برضو تعامل مع الاغنيه. انا دايما بقدر وباجل القيمه بتاعت معنى الغنى، فلازم اللي يقول الكلام يكون في تاهيل نفسي ووجداني عند المتلقي ان هذه الشخصيه تليق بهذا العمل. فانا شفت انه مش هينفع، لان كان في تجارب اخرى اضيفت لتاريخ هذا الفنان خرجت خلت المود ما ينفعش مع ال. طيب علاء عبد الخالق، الحقيقه انت وعلاء عبد الخالق عملتوا مع بعض مجموعه من الاعمال اللي هي يعني بصمات مهمه. بفتكر طبعا ربنا يشفي علاء عبد الخالق، احنا بنحبه أمين جدا الله. وحشنا جدا حبيبي. خليني افتكر معاك قلبي طياره ورق. قلبي طياره ورق، قلبك طياره لفوق، دي كلام الشاعر الجميل احمد مرزوق. قلبي طياره ورق، قلبك طيارة لفوق، ولا أنا قلبي عاشق يطلع من شوق على شوق. قلبي طيارة ورق، قلبك طيارة لفوق، ولا أنا قلبي عاشق يطلع من شوق على شوق. دوقني طعم الندى من قلبي كله خضار، صوت الغريب اهتدى وبقاله أهل ودار. دوقني طعم الندى من قلبي كله خضار، صوت الغريب اهتدى وبقاله أهل ودار. قلبي البريء ابتدى يمسك عيونك تو. قلبي طيارة ورق، قلبك طيارة لفوق، ولا أنا قلبي عاشق يطلع من شوق على شوق. من أحلى الأغاني اللي وإحنا صغيرين كنا بنقعد نغنيها، جميلة جداً. علاء عبد الخالق أين هو الآن؟ هل ممكن يعني يستجمع كده شجاعته يعود مرة خير. أخرى؟ احنا على اتصال دائم، بنحاول إن شاء الله نكمل. كنت عامل له ألبوم اسمه الحلم، كان نان ستوب الأغاني كلها مع بعضها، كان حالة جميلة جدا. فإن شاء الله ربنا يعني يعفي عنه ويشفيه ونشتغل الحلم اتنين. عايزة أتوقف عند الأغاني الوطنية عند مدحت الخولي. الحقيقة يعني الأغاني الوطنية زمان كان أي أغنية وطنية بتنزل بتنجح. بقالنا فترة شوية حلوين أنه أغاني وطنية ممكن تبقى مع السيزن حلوة، بس بعد شوية بننساها وملهاش معنى وملهاش طعم. بعض الأغاني الوطنية هي فقط التي تبقى. تعالوا نفتكر أغاني وطنية بتوقيع مدحت الخولي. عندك غيرة شديدة على الكلام اللي انت بتكتبه وعلى الأعمال اللي انت بتقدمها، وما كنتش قادر تتحمل الدعابة من أكرم حسني لما غنى انت بلاد طيبة بطريقته. طبعا زعلت من أكرم حسني؟ زعلت جدا جدا، دي جرأة على المقام، وبعدين هو كمان بيناقش، يعني انت عملت حاجة خطأ تاريخي ما ينفعش، يعني بتعمل حاجة فني لكن نيجي عند الغنى الوطني ونقف، بالذات لما تبقى غنوة بيغنوا الأطفال في المدارس، ما ينفعش أشيل الكلام الأصلي بتاعها وأحط كلام غير لائق، أقل ما يقال عنه. طبعا غير ليه؟ لائق. إيه اللي قاله؟ كلام ما ينفعش، أفشاك في شقتها وكلام فارغ، يعني ما كانش ينفع إن الكلام زي كده يتحط على لحن
اغنيه بيغنوها الاطفال زي النشيد الوطني في الصبح في المدارس. فزعلت جدا يعني، يعني زعل مضاف كمان لانه ما بقدرش حتى لما لفت نظره لا بيدافع. وبعدين قال ان منير كلمه وشجعه. يا اخي لا، هي مش معجنه، مش مين صح ومين غلط في مصر في الموضوع واستحضار هذه القيمه. واحنا بنحاول النشأ بتاعنا نقول له يعني ايه مصر، يعني تخشع الاذن لما تسمع التلات حروف دول. بس واضح ان منير بعد كده سامحه لانه عمل معاه عمل مؤخرا من تأليف اكرم حسني. انت سامحت اكرم ممكن حسني؟ انا طبعا سامحته خلاص، ما فيش مشكله، اصلا ما فيش مشكله شخصيه بيني وبينه، بالعكس في اصدقاء مشتركين كتير وحاولوا يتدخلوا. انا مشكلتي ان انا بقفل، ما قدرتش ان انا، لان ما فيش حاجه ممكن يقولها تغير موقفي نهائيا. لكن ارجو ان هذا الكلام لا يتكرر. انا كنت داخل في صراعات واخش بقى في قضايا وبتاع، بعدين عملت قضايا فعلا، بدات شرحت فيها، وبعدين بقى يعني في وسطاء اتدخلوا ناس عزاز جدا على قلبي وطلبوا ان احنا ما نصعدش، فانا سحبت. لكن ده موضوع موجع بالنسبه لي ومؤلم كمان لانها لسه موجوده، هذا الكلام لسه موجود، ما تشالش. ما تشالش لسه، لكن موجود. الكلام عليه هيزوده، فانا ما بتكلمش عليه وخلاص وانتهى. لكن انا خلاص سامحته لانه هو ما كانش قصده سيء ولا حاجه، بس انا زعلت كمان اكتر منه لما شاورت له ان هذا المعنى فيه اهانه وهو اصر. مش اصر، هو بيدافع، ما تدافعش وحاول يعتذر وكده. مش دي الحكايه، ما فيهاش اعتذار، فيها ان في قيمه، مش حاجه مش عاديه. احنا ما عندكش اغنيه زي بلاد طيبه دي، معلش، في ال 20 سنه اللي فاتوا الاطفال بيغنوها، فالاغاني كتير عايز تهزر وتلعب عادي ومقبول وانت مشكور، لكن اغنيه وطني سيبها في حالها. يعني لو هزر ولعب في اغنيه مش وطني عندك هتتقبل؟ هو حر بقى واللي عاملين المسؤول عنها. انا طبعا لو اغنيه من اغنيه برضه هتضايق. ممنوع الاقتراب او اللمس من اغاني مدحت الخول، يعني ياخد مثلا ولا يهمك يعمل اغاني بيها يعني. ما احبش كده طبعا. لا، طب لو جه اكرم حسني كتب كلمات اغنيه وقال لك بعد اذنك يا استاذ مدحت لحنها لي، لو حلوه هعملها، مفيش مشكله. هتتعاون معاه فنيا؟ انا ما عنديش مشكله معاه كشخص، ان احنا ما اتقابلناش ما التقناش، بس احنا في بينا اصدقاء مشاركين كتير. كل من تصاحب بقول لك من انت. فطالما في اصدقاء مشتركين، هو بس كان سوء فهم وسوء تصرف في مرحله معينه، وكان بيحاول يبحث عن لقطه فراح دايس من غير ما ياخد باله على زرار غلط. غلط. وانا بحذر مش بس اكرم، اي حد تاني يا جماعه، الجرأة على المقام شيء لا رجوع فيه، غلط. فارجو ان احنا نحترم حاجه اسمها اغنيه ونحترم كلمه بالذات. اتفضل. بالذات لما تبقى موجهه للبلد مصر. طبعا. تقول ايه طب لاكرم حسني النهارده؟ اقول له حبيبي ربنا يوفقك وانت ماشي في اتجاه حلو قوي كممثل وكفنان تمام، ونسمع عنك كل خير. طيب اغاني المهرجانات انت بتبص لها ازاي؟ انا ما بعقبش عليها لان انا ما بعتبرهاش اغاني. دي مش اغاني اصلا. لا طبعا. ولا داخل الحركه الفنيه، ولا محسوبه على مصر. امال محسوبه على ايه؟ يعني دي عباره عن زي ما بقول دايما يعني التهابات على البشره النفسيه لمجتمع مرحليه، ناس في حاله ضياع. احنا طبعا مسؤولين عن تجربتهم، انهم مساله التعليم في حاله ضياع، يعني افق بالنسبه لهم مسدود. فحتى تلاقي حتى اغانيهم كلها ندب. الطريقه اللي بيرقصوا بيها طريقه فيها يعني هيستيريا وطريقه فيها تشنج. لا انت قلت كلام صعب قوي، ندب وهيستيريا وتشنج وانهم التهابات على جلد الاغنيه. طبعا. على جلد المجتمع. مجتمع بحاله، حتى في تجاوزات لفظيه وجمل بقت دخيله علينا في طريقه تعاملنا مع بعض في الكلام اللي بيعبر عن نفسه بيها. ما بقاش فيه ليميت، ما بقاش فيه، مش عايز اقول حياه، لانه في جمل وكلام مش مفروض ان هو يتقال في الحوار العادي. لما اتفرج على الافلام القديمه بتاعتنا، يا سلام، بيتكلموا بعض، يوم ما حد بيتنرفز على حد دول برأي محترم. فاحنا النهارده هم بيقوموا الصبح يدوروا ايه اللي ممكن ما كناش قلناه قبل كده يسيء للمعنى، المهم الناس تلتفت لينا. طب مين اللي بيغني مهرجانات ويجي منه يغني عادي؟ انا ما بسمعش. وتنصحه تقول له تعالى لي انا يعني؟ لا 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 لا، اوجهك التوجيه السليم. لا، مفيش اصلا، مفيش حد منهم خالص. لا لا، ما انا اصلا ولا عمر كمال.
ولا حمو بيكا. عمر كمان انا قابلته من 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 سنين طويله. كان مره بعمل حاجه مع الـ مع الـ مع سلمى الشماع بوجه لها طبعا تحيه وحشاني جدا وربنا يديها الصحه طبعا الاعلاميه الكبيره. فهي كانت جايباه في لقاء بعدي. الواد عنده بصمه صوت محمد فؤاد بالظبط بالظبط فعلا. ولا يمكن تفتح صوت وتطلعها. تطلعي الكعبه نزوره ازاي يعني؟ وبعدين متقمص فؤاد. فؤاد عامل طغيان نفسي عليه بيقلده خالص يعني. فانا شجعته وخلاص لكن هو كتجربه انا اعتقد انها لسه بعيد عن مرحله التقييم يعني. يعني بنت الجيران مثلا بالنسبه لا لك؟ لا ده لا ده مش غنى. ده مش غنى. لا 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 مش غنى. دي حالات مش متزنه ومش براس ورجلين. مساله رب الكون ميزنا بميزه. لا 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 القاموس مهترئ ومعلش ما يزعلوش مني يعني. انا مش بحسبهم على حاجه لكن هو ده مجال ده مجال وده مجال. على فكره المجال ده طول عمره موجود مصاحب للحركه الفنيه الحقيقيه. حتى في التمثيل تلاقي ناس معتقدين انهم بيمثلوا، ناس معتقدين انهم بيغنوا، وكأنهم وكأنهم وكأن ده وكأن دي مهمة جدا. طيب علشان نطلع من مود اللي هو وكأن، عايزين نعمل اللي بجد. تحب انا هختار، مش انا اللي هختار، هخليك تختار بمزاجك. نسمع في الاخر اغنية ايه؟ اغنية من اغنية؟ اختار. شفت بقى انا ديمقراطية مش زيك. تمام. مش زيك دكتاتورة فظيعة. انت عايزه تمرري الكلمه وخلاص تحسبيه عليا ان انا دكتاتور. لا انت ده انت فظيع. عايزه الامان مفيش امان. ها بالحقيقه هنعمل ايه؟ نقول فرقنا قدرنا راغب علامة. يلا انا بحب الاغنيه دي قوي. فرقنا قدرنا نصيبي ونصيبك فرق باختيارنا سيبيني واسيبك فرقنا قدرنا نصيبي ونصيبك فرق باختيارنا سيبيني واسيبك قابلتك جريحة داويتك خلاص لقيتك صريحة وعايزة الخلاص قابلتك جريحة داويتك خلاص لقيتك صريحة وعايزة الخلاص وسبتك لأني ما كنتش حبيبك ولو حبيتيني ما كنتش حسيبك سبتك لأني ما كنتش حبيبك ولو حبيتيني ما كنتش حسيبك فرقنا قدرنا حكايتك هتفضل حكاية حياتي وعمري ما حنسى طريق ذكرياتي حكايتك هتفضل حكاية حياتي وعمري ما حنسى طريق ذكرياتي لو قدرك تروحي أنا شايلك في روحي لو قدرك تروحي أنا شايلك في روحي في عيني ابتسامة يا ريتها في عينيكي لا تبكي عليا لا ولا ابكي عليكي في عيني ابتسامة يا ريتها في عينيكي لا تبكي عليا ولا ابكي عليكي فرقنا قدرنا. الفنان الجميل مدحت الخولي بجد بشكرك جدا على هذا اللقاء. ودايما لقاءاتي معاك بتحس انها ضاعت كده في الهوا، ما لحقناش نقول كل حاجه، تحس ان الهوا بيجري بسرعه، ما فيش وقت نقول كل الحاجات اللي احنا محتاجين نقولها. اشكرك الحقيقه. انا يعني بعد اي لقاء معاكي بحس ان انا بيمتد معايا احساس لانك بتفتحي لي افاق فكريه ووجدانيه باخد وقت على ما اقفلها تاني لانه قاعده قد كده صريحه وقويه وانت اسئلتك يعني في الصميم. ايوه هحاول المره الجايه بقى ابقى اكثر قسوه على قد القسوه بتاعي. انا قسوتي قسوه.
لا انت اسوتك صعبه طبعا، انت برج الحمل، فيعني فيش حد هيجاريك في هذه القسوه يعني. اشكرك شكرا جزيلا. أشكرك. الفنان الجميل مدحت الخولي الحقيقه في دنيا الشعر والمغنى في اعمال ملهاش حصر، اعمال بتتولد وبتموت، واعمال بتتولد عشان تعيش وعشان تستمر وعشان تتحول لعلامات في مشوار الفن. اعمال مدحت الخولي من هذا النوع لانها ببساطه شديده اعمال اصيله فيها الصدق، فيها الاحساس، فيها خلاصه تجارب انسان عنده الموهبه وعنده القدره على تحويل المواقف والمشاهد وكل تفاصيل الحياه لكلمات والحان تتسمع فتتحس فتتحب فتعيش. اشكركم شكرا جزيلا، بكره مصر جديده ان شاء الله.